روسيا تقترح على المغرب حلولا للإفلات من العقوبات الغربية. قال سفير روسيا في الرباط إن بلاده والمغرب بإمكانهما التقليل من تأثير العقوبات الغربية على موسكو على مبادلاتهما التجارية من خلال اللجوء إلى المقايضة واستخدام عملات أخرى غير الدولار والأورو. وأوضح السفير في تصريح لوكالة إيفي الإسبانية أنه بالإمكان مناقشة عمليات المقايضة وكذلك إيجاد حلول للتسوية المتبادلة باستخدام عملات أخرى باستثناء الدولار والأورو أو العملات الوطنية. نفس المتحدث قال لا من احتمال أن تواجه المبادلات التجارية بين الرباط وموسكو صعوبات في المدفوعات نتيجة استبعاد عدة بنوك روسية من نظام سويفت للمعاملات المالية، مبيزا أن هذا الإجراء الذي تم إنشاؤه كرد فعل الغربي على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قد أثر على أقل من 10 بنوك من بين 300 بنك تشكل جزءا من النظام المصرفي الروسي.